وامامنا رساله من احد اطفال مشجعي نادي العين لعمر الزيلي. هذه الكره بتتهيأ الى رحيمي سفيان. جول جول فعلها رحيمي وسجل هدف المباراه الاول لمصلحه الزعيم ليتقدم في الدقيقه 23. وسط هذه الفرحه العينويه الكبيره تقدم الزعيم بتسديده خادعت حارس المرمى زايد الحمادي، يسجل اول اهدافه في هذا الموسم سفيان رحيمي، اول اهداف في هذا الموسم في بطوله كاس المحترفين. يسجل سفيان هدف بتسديده من خارج منطقه الجزاء، تغير ربما اتجاه الكره في اللقطه الماضيه وسجل من خلالها سفيان رحيمي هدف. قاسما سيكو قاسما إيريك، محاولة العودة للتغطية من جانب إيريك، تسديد الله راسية والعودة للمباراة. جول أناتول أبونغ يسجل التعادل لمصلحة البطائع، هدف في منتهى الروعة يسجل الكاميروني أناتول أبونغ، يقفز يرتقي ويسجل في مرمى العين في مرمى بوسندة في كرة قوية، لكن العرضية كانت مثالية جدا. عودة للبطائع سريعة جدا في الدقيقة 25. في الدقيقة 25 سيكو قاسما، الكرة إلى سمعة، سمعة الزعابي إلى أناتول أبونغ، يضع لتغيير نتيجة المباراة معنويا بالتأكيد ستفيد فريق العين قبل مواجهة بختكور. وصلت إلى إيريك، لمسة للأمام، محاولة زيلي عمر، مش ممكن، هدف ثاني زيلي، جول فعلها الساحر الجديد في القلعة العينوية، يسجل هدف في منتهى الروعة في شباك البطائح ويتقدم بثاني أهداف العين قبل نهاية شوط المباراة الأول. إنه الساحر الجديد في القلعة العينوية، يسجل بالتأكيد هدف يحتفل من خلاله هذا الجمهور بهدف في منتهى الروعة.